علمه فجزاه الله خيرا. والآن كلمة لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور مجاهد أبو المجد، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في الحقيقة يعني ما جئت متحدثا، ولكني جئت مستمعا لأخي وحبيبي الأستاذ الدكتور أحمد النقيب جزاه الله خيرا على ما قدم. لكن وإن كان ولا بد من كلمة، فيعني أقول حكاية صغيرة في وقتنا هذا ونحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف هذه القصة. عندما سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر في مدينة نيويورك، مؤتمر إسلامي، وكنت يعني داخل على الجوازات، فإذا بالضابط يعني مسك الجواز كده وقال لي يعني أنت طبيب أو أستاذ في الجامعة، فما علاقتك بالمؤتمر الإسلامي؟ هل أنت متخرج من الأزهر؟ فقلت لا، أنا خريج جامعة أكاديمية عادية. فقال إذن لماذا أتيت إلى الولايات المتحدة في مؤتمر إسلامي؟ فقلت له إن الطبيب في ديننا يستطيع أن يعمل في الدعوة كما يعمل فيها رجل الدين، والكل يدعو إلى الله بما يملك من معلومات. فقال لي أذكر لي مثالا، فضربت له مثالا في مما تخصصت فيه. فإذا بالضابط يقول لي باللغة الإنجليزية I respect Islam but not Muslims، يعني أنا بحترم الإسلام ولكني لا أحترم المسلمين. فقلت له not all Muslims، ليس كل المسلمين. فيعني إذا بالرجل يقول لي ذهبت إلى مصر في ذات يوم، وعندما نزلت وجدت زحاما شديدا ونظام يكاد يكون منتهي تماما، وزحام في الشوارع، وذكر كثيرا من العيوب التي نعيش فيها، فقال نفرت من المسلمين. يعني أنا نفرت لما شفت هذا الشكل اللي موجود. فكأن الرجل يقول لي إني لا أرى نماذج تقدم الدين، يعني لا أرى نماذج من المسلمين تقدم هذا الدين. فسألت لماذا تحترم الإسلام؟ فقال لي عندما زرت مصر أردت أن أقرأ عن هذا الدين، هل هذا الدين هو الذي جعل هذه الشعوب في ذيل القائمة وفي التخلف؟ لكني وجدت دينا عظيما به أخلاقا، به أخلاق كريمة. هذا الدين فيه أخلاق كريمة وفي قيم وفي مسل، وهذه جمعتها من قراءاتي. يعني أنا عرفت هذا الكلام من قراءاتي، ولكني كلما قابلت مسلما صدني عن الإسلام. وإذا بالرجل يعني بعد ما خلصت الحوار معه، طال الحوار، هو طبعا ورايا صف واقف عاوزنا خلص يعني، فالرجل ختم لي الجواز، ففوجئت ان هو خاتم الجواز وحاطط لي فيه ختم بجواز البقاء بالختم ده في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين، وهو الأصول بيديني أسبوعين فقط اللي هم مدة المؤتمر يعني. فرجعت للراجل تاني فبقول له انت خاتم لي لمدة عامين، فقال لي اه.
بس ومشيت ودخلت. فلما دخلت المؤتمر ده التقيت بالشيخ يوسف استس، بعضكم يعرفه يعني، وكان معايا في المؤتمر، فقال لي نصيحة أنا أود أن أنا أقولها لكم يعني. قال لي إذا لم تستطع أن تدعو إلى الله فلا تصد عن دين الله، لأن كثيرا من المسلمين الآن، وهذا ما يعتمل في قلبي ويعصره عصرا، أن كثيرا من المسلمين يصدون عن سبيل الله. هي دي مأساة كبرى، إن الناس بتصد عن سبيل الله. اللي بينظر لسلوك المسلمين يجدهم يصدون عن سبيل الله. والمقام اللي بيخلي الناس تقتنع هي القدوة، إن يرى فيك قدوة حسنة، يرى فيك نماذج الأولين اللي أدخلوا الناس الدين بالأخلاق والتصرفات الحسنة. ده كان صفات الأولين، لكن احنا في كل مكان بنصد عن سبيل الله. لما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية ذكرت لي قصة، أنا ما حضرتش القصة دي، لكن ذكرت لي قصة عشان نعرف حتى اللي بيتصدوا للدعوة في بعض الأماكن يجهلون كيف يدعون إلى الله. إحنا محتاجين فعلا، والله العالم يحتاج إلى الإسلام الآن، لكننا لا نقدم الإسلام بالصورة التي تليق بهذا الدين العظيم للأسف الشديد. يعني للأسف الشديد نحن لا نقدم الإسلام بطريقة تتناسب مع عظمة هذا الدين. لو الناس عرفت عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدنا فيلما مسيئا ولا صورا مسيئة، ولا لم نجد مثل هذه الأشياء، لكن وجدناها لتقاعس المسلمين. لم نقدم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم. وصدقوني أمريكا وأوروبا، ما في دولة أوروبية اللي رحتها، ورحت أمريكا ورحت دول العالم معظمها يعني، هم في حاجة إلى الإسلام. هذه الدول لا تدين بدين. اللي يقول لي دول دول نصرانية إطلاقا، هم لا يعرفون شيئا عن النصرانية، ومعظمهم بيروح الكنيسة لأمور اجتماعية فقط، حفلات وأعياد وزواج وخلاص، لكن لا يعرف عن الدين شيئا، لا يعرفش عن الدين حاجة خالص. والناس في حاجة فعلا إلى الإسلام، لكننا لا نقدم الإسلام. فلما في مركز من المراكز الإسلامية أحد الناس قرأ بعض الكتب التي تتكلم عن الإسلام باللغة الإنجليزية، رجل أمريكي، وجاء إلى مركز إسلامي ليعلن إسلامه، رجل جاي يسلم، فوجد بعض اللي قاعدين في المركز فقال لهم إذا أردت أن أسلم فماذا أفعل؟ قال له ادخل اغتسل واطلع انت قول الشهادتين. فالرجل دخل واغتسل في المركز وطلع قال الشهادتين، وقعدوا يعنقوه ويكبروا. فإذا بأحد الحضور يقول له You must go to a hospital. عارفين أنا قلت إيه؟ لازم تروح مستشفى. فقال لهم هواي ليه؟ قالوا له for circumcision، عشان تتطاهر. أدى الناس اللي بتدعى. فالراجل راح قال لهم لا أريد أن أدخل في هذا الدين. قالوا له لا، أنت دخلت والمرتد تقطع رقبته. فقال لهم يعني دين إذا دخلته يقطع العضو وإذا خرجت منه تقطع الرقبة؟ يعني صدقوني هذه القصة حدثت، وفي قصص كتيرة مش عاوز أقولها عشان ما أطولش عليكم. دول ناس بيتصدوا، هل دول ناس يصلحوا انهم يتصدوا للدعوة؟ يعني في مثل هذه الدول. كنت في مؤتمر وبعدين قاعدين على العشاء،
فطبعا من ضمن الاتيكيت انك تمسك المعلقه بايدك الشمال والسكينه بايدك اليمين وتقطع. فانا قاعد بقى ايه، اقطع بايدي اليمين وبعدين انقل المعلقه لايد اليمين واكل بايد اليمين. فواحد من اللي جنب قال لي انت تعب نفسك او كده ليه، ما تعمل زي ما احنا بنعمل وخلاص. لو انا قلت له من الاول ان ده دين هينفر منك. فقلت له انا يعني عامل ايد بستخدمها للاكل والاخرى للاشياء غير النظيفة. فقال لي ماذا تعني؟ قلت له بعمل بايدي دي اكل، ودي يعني بنظف بيها بنستنجي بيها، فقد يكون فيها اثار لبعض الميكروبات. انا عاوز اكلمه باللغه بتاعتي. قال لي اوه يس، اه ممكن ده يبقى كويس قوي. قعد بقى يعني استنضف الحاجه، قال لي ات از ا جود ايديا، فكره كويسه. اي ويل تراي تو دو يو، انا هحاول اعملها. فقمت قايل له بقى دي دين عندنا انك تاكل بايدك اليمين، دي سنة تعلمناها. فالراجل كان رده غريب جدا، قال لي انا ما اعرفش ان الاسلام في حاجات زي كده، احنا كل معرفتنا بالاسلام جمل واحد ماسك سيف وخلاص. ده اللي بيقدمه الاعلام اليهودي عن الاسلام. احنا عاوزين نرد على الاساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، نستطيع ان نغزو هذه الدول، لكن كيف نقدم الاسلام؟ هي دي القضية. كيف نقدم الإسلام؟ العالم الآن في أمس الحاجة إلى الإسلام في كل مكان. الشيخ محمود العريفي، بعضين بعضكم يعرفوا يعني محمد كان في تايلاند، ووجد واحد قاعد كل يوم، عشان واحد قاعد كل يوم وقاعد في كل يوم يكلم الناس، والناس التف حوله كل يوم يجي له اعداد اكتر. فنزل سأل فلقى مبشر نصراني فقعد وجاب الناس وحاول يدعوهم يعني بصورة، فقرأ قدامهم القرآن بصوته، ثم جاء بكلام غير القرآن وقرأوا بنفس الصوت ونفس اللهجة، بل بنفس التردد ونفس يعني كل شيء. وقال للناس التي لا تفهم اللغة العربية الجزء اللي أنا قريته ده إيه؟ الأولاني. قالوا لا، الأولاني هز قلوبنا هزا، الحاجة اللي أنت قريتها في الأول دي هزت قلوبنا. طب والجزء الثاني؟ قالوا لم يحدث أثرا، ملوش أي أثر عندنا. فقال لهم الأول كلام الله، أما الثاني فكلام البشر. فيقول الشيخ دخل كثير منهم الإسلام. أختم بقى بقصة أنا حضرتها أنا نفسي في الولايات المتحدة الأمريكية. قلنا في مؤتمر هناك وقالوا الراجل ده بيتكلم في فيزياء الكون ويعني متخصص، والقرآن في آيات بتتكلم عن فيزياء الكون، فيعني اشرحوا له يعني. فقعدنا نتكلم وفي مترجمين بيترجموا للغة الإنجليزية وبعضنا بيتكلم باللغة الإنجليزية. إن الراجل يسلم لا شيء. فقلنا يعني عمود المسجد أفضل منه. الراجل قاعد يعني ما ولا الكلام ما أثر فيه. كان ختام الحفل مغني أمريكي أسلم وحباه الله صوتا شجيا، له صوت جميل قوي بيقرأ بالقرآن. فقرأ القرآن في ختام، قرأ سورة الرحمن، التسجيل موجود عندي لغاية النهاردة. الحقيقة بيقرأ بخشوع وربنا عاتله صوت نادي، وقعد يقرأ القرآن. فإذا بهذا الرجل من بين الصفوف يقف وبأعلى صوته ويقول impossible، مستحيل مستحيل. احنا استغربنا مستحيل ايه؟ فقعدنا نسكت الراجل عشان القرآن يعني. فأشار لنا
منش هسكت، يعني معنى الكلام سيبوني اتكلم. وهو يبكي، فماذا يبكيك؟ قال والله، وهو لا يفهم الكلام باللغة العربية، هو لا يعرف لغة عربية، قال والله ما هذا بكلام بشر، هو مش فاهم حاجة. ثم وقف يعلن الشهادتين. طب انت اسلمت ليه؟ يقول الجرس اللي موجود في هذا الكلام ليس بكلام بشر، واحنا قاعدين نكلمه في الصبح في أدلة علمية ونجيب ونودي. فيا اخوانا والله كتاب الله فيه النصرة وفيه الأمل وفيه النجاة لنا ولغيرنا، لكن من يقدم كتاب الله بالصورة التي تليق به؟ هذا ما نحتاجه في زماننا هذا، وجزاكم الله خيرا. ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور مجاهد أبو المجد، وهو رئيس قسم أقسام البطنة بكلية الطب جامعة المنصورة. الحقيقة مولانا عايزين نعمل صفقة، المسألة واضحة مش في الطب بس، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يرفع قدرك مولانا. طبعا الحقيقة يعني أنا في غاية السعادة، ويعني أسجل سعادتي وفرحتي أن صفحت هذه الوجوه، أن صفحت هذه الوجوه، وأن يعني التقينا بمشايخنا الأفاضل جزاهم الله عنا خيرا، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، والله أسأل أن يديم الود بيننا، وجزاكم الله خيرا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.